كريستيانو رونالدو يواسي اللاعب مور بعد خسارتهم في دوري أبطال أوروبا. أيقونتان كرة القدم يتصافحان مع بعضهما البعض ويحتفل مع الجماهير، لكن بطريقة غريبة ومواسية للجماهير. يبدو أنها دقيقة مؤثرة لم يجد من يسنده للوصول إلى خارج الملعب، فأتى كريستيانو رونالدو ونيمار جونيور وكريستيانو يواسي نيمار بعد خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.